النهاردة حابة ان انا اقول لكم كلكم وتعرفوا مني انا انه انا قررت ما كملش تصوير The Voice Kids، وانه الحلقة الاخيرة ليا هتكون السبت الجاي، واخر حلقتين السيمي فاينل والفاينل هيبقى فيه مقدمة برامج تانية هي اللي هتكمل السيزن الثالث من The Voice Kids. بصراحة أنا مش عايزة أخش في تفاصيل ومش عايزة أتكلم عن أسباب مش مهمة خالص، لكن اللي مهم واللي عشانه أنا بعمل الفيديو ده هو إن أنا أأكد إنه MBC بيتي التاني.